ايه ده؟ يعني استاذ عمرو خالد بيقدم الارهابي الهارب وجدي غنيم، بالضبط، تخيلي. تحطه قدامه مناديل. تخيلي يعني. وبعد كده يقول لو كنت اخوان. طب الفيديو بقى اللي بعده اكثر وضوحا، الراجل بيكلم الاخوان بيقول لهم اتعذبوا وتبهدلوا وناس محترمين وناس كويسين و و و و بلسان. طيب انا يعني زمايلي بيقولوا لي الفيديو مش جاهز معانا، لكن هيحاولوا يجهزوه بسرعه ونشوفه. يعني اللي عايز اقوله لحضرتك، حضرتك بتطالب وفقا لهذه الفيديوهات اللي حضرتك بعتها لنا واحنا عرضناها، بماذا تطالب الاستاذ عمرو انا خالد؟ اطالب بمنتهى الوضوح والصراحه بمحاكمه هذا الاخوان المستتر، مش علشان انه مجرد اخواني، لا، هذا الرجل كان في انجلترا وكان في جامعه في انجلترا وتم تجنيده ضد مصر لاجنده محدده وبدايه انشاء عمليه رايت ستارت في انجلترا اللي هي تفرعت منها بعد كده الجمعيات اللي انشاها في مصر، وهذه قضيه يهودي، حتى الرمز بتاعه هو علم اسرائيل على خط ازرق وخط ازرق وعلامه في النص. يعني هذا الرجل يعيش في الارض فسادا، هذا يدمر امدجه للشباب. هذا الرجل لماذا استبعد من مسجد الحصري؟ من قدمه لمسجد الحصر اصلا؟ وجدي غنيم. هذا الرجل من اخطر ما يمكن، من اخطر قواد الاخوان في مصر، ويجب محاكمته، ومحاكمته محاكمه عادله على كل شيء ارتكبه. طيب الفيديو الرابع جاهز يا فندم؟ لا، هو يعني بنحاول نشوف هينفع يتذاع هندسيا ولا لا، وعلى العموم هنتصل بحضرتك لو ما عرفناش يعني نذيعه، لو حضرتك تبعت لنا واحد يعني اكثر وضوحا نقدر نذيعه. وابعت لحضرتك مستندات عن انجلترا لما رئيس وزراء انجلترا بيكلمه بيقولوا انت موكل ليك مهمه تجديد الخطاب الديني في مصر. رئيس وزراء انجلترا قال هذا، قالوا الكلام ده، ويعني ده فيديو برضو موجود عندي عايز ابعته لحضرتك. يا ريت يعني لو ما لحقناش النهارده يبقى بكره. طب استاذ خالد، ايه راي حضرتك لو تكون ضيفنا بكره ويعني يكون معاك كل الاوراق والمستندات والفيديوهات، ويعني نفرد مساحه اطول، ويا ريت حضرتك بس الفيديو الرابع ده لانه كان غير صالح هندسيا، لو يبقى فيه نسخه اخرى منه نقدر نزاحها. ما فيش مشاكل، على اللقاء بكره ان شاء الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. استاذ خالد رفعت مدير مركز طيبه للدراسات، شكرا جزيلا لحضرتك.